نسمع منك شيء عراقي عندك؟ يلا نسمع عراقي عزيزي. لا 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 المفروض اعوفك من زمان كون من ذاك الوقت من علي تغيرت ليش منك ما تبت بس يلا من فات الاوان تعبهان كل شي بان الوعدني بوعد خان الوعدني بوعد خان انطيتك فرصة تتغير مثل ما انت ظليت غلطة عمري سامحتك ويا غلط عديت انا الضحيت والحبيت والوفيت لك واهتميت شو اسوي لك بعد اكثر نعطيكم العافيه خلاص طيب عثمان وفيصل جوكم حلو ومعطين جو حلو صراحه في الحفله انا بضيفكم مع الفرقه اذا سالب ولا موجود عندنا مشاركه فمبروك لكم عودتكم القريه الله عثمان وفيصل